السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كيف كتشوفوا من ضمن الوصفات اللي كنوجدوا في الأعياد بطبيعة الحال اللحم بالبرقوق أو اللي بالمشمش، يعني اللي ما كنقدروش نستغنوا عليه، أكلة مغربية محض نقدمها لكم اليوم. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. غنبداو بالمقادير. بسم الله على بركة الله. فأنا عندي واحد البصلة تكون كبيرة مشلطة، وعندي واحد طاسه ديال الفصوص ديال الثوم، معلقه ديال السمن، زعفران شعره اللي درتو في الماء باش يطلق، عندي زيت الزيتون، عندي الملح. بالنسبه للتوابل عندي سكنجبير، الخرقوم عرق، عندي واحد شويه ديال البابريكا هي اللي تعطينا هذاك اللون، عندي القزبر يابس، القرفه، عندي هنا المروزيه ديال اللحم، وعندي الابزار، وعندي بطبيعه الحال ربيع المقطع، يعني القزبر المعدنوس. هذا بالنسبه للكميه اللي عندي ديال اللحم، يعني اللحم كنديروه على حسب عدد الاشخاص. هنا اللحم عندي غادي نحط عليه التوابل كاملين، يعني ما غنحتاج ان نرقد اللحم. بالنسبه للناس اللي بغاو يرقدوا اللحم غادي يرقدوه غير في العطريه بدون زيت وبدون بصل، وبدون يعني غنديروا غير الزعفران مع هذيك التوابل الاخرى، وإلا بغيتو ديرو السمن وصافي وكتخلوه مرقد عاد باش كتضيفوا عليه باقي المكونات. انا هنا غنضيف كل شيء يعني في طاقه واحده باش ما نتعطلش، وصراحه يعني جا زوين جا بنين، ماشي بالضروره نرقدو اللحم ولا كحيت اللحم حنا عارفينه هو بنين بوحدو. صافي هنايا كيف كتشوفوا انا وضعت هذيك التوابل كامله، وغادي نضيف القياس ديال الملح. حاولوا انكم ما تكثروش الملح باش ما يملحش لكم هذيك الدغميره ديال اللحم، وفي نفس الوقت ما تقلوش باش اللحم ما يجيكمش باسل، يعني خاصو ضروري شويه القياس ديالو ديال الملح باش يجي بنين. هنا غادي نضيف هذاك الزعفران شعره مع الماء، وغادي نضيف هذيك المعلقه ديال السمن، دابا ما غنضيفش الزيت. علاش؟ حيت الزيت ما تيخليش اللحم يشرب لينا العطريه في الاول. غنديرها فوق البوطه حتى كيبدا يتقلى ليا مزيان، يعني كنحس بانه شرب هذيك العطريه، وابخي عاد باش غادي نديرو الزيت زيتون. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تقلى ليا اللحم غادي نضيف واحد الكميه ديال زيت الزيتون. اللي بغى يخلط ما بين زيت الزيتون والزيت الروميه ماشي مشكل، لكم الاختيار. صافي هنايا من بعد ما درت الزيت غادي يعني ندير البلول، من الاحسن يكون الماء غليان، وغادي نخلوه يطيب على خاطرو، نسدو عليه ونخليه يطيب على المهل. هنا بالنسبه البرقوق والمشمش عندي طريقة التعسال عادية. بالنسبة للبرقوق أنا وضعت معاه واحد العويدات ديال القرفة، وغادي نضيف عليه واحد القياس ديال السكر اللي غادي يعسلو، أنا درت جوج معالقات. وبالنسبة للمشمش اكتفيت غير معلقة واحدة حيت الكمية ما كيناش بزاف. وهنا بالنسبة للمشمش تقدروا تزيدوا عليه واحد المعلقة ديال الماء الزهر، اولا يعني ديروا تعسلوه في يعني العصير ديال البرتقال. انا اكتفيت غير بالماء هنايا، غندير القياس ديال الماء، انا غسلاهم من قبل صافي، وغادي نحطهم فوق البوطه باش يتعسلوا. بالنسبه هنا كيف كتشوفوا اللحم راه طاب، ملي تيوصل لهاد المرحله يعني تيطيب اللحم، ولكن باقي شويه البلول. غادي نزيدو واحد المعلقه ديال العسل، هاد المعلقه ديال العسل هي اللي كتخليه يجي يعني متوازن في ما بين الملوحه وشويه ديال الحلاوه، حيت حنا غادي نحطوه مع البرقوق معسل. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما خلينا هذيك المريقه وقفت فكيجي الشكل ديالو على هاد الشكل هذا. انا زينته غير بشويه اللوز مع بالمشمش، وكنتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم وان نكون فدتكم. بالنسبه الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وشهيوه جديده ضمن سلسله اطباق عيد الاضحى.